شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول المعاد. من البحوث التي طرحها علماء الكلام حول المعاد البحث حول التوبة، هذا البحث يطرح في علم الكلام يعني علم العقائد، ويطرح أيضا في علم الفقه. صاحب العروة رحمة الله عليه ذكر هذا المبحث في أحكام الأموات ويقول في بداية هذا المبحث: اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة. طرحها بعنوان أهم الأمور وأوجب الواجبات، ولعل مراده من صيغة أفعل التفضيل الأفضلية الإضافية، يعني مضافا إلى ما هو دونها، أو باعتبار المتعلق، لأن التوبة قد تكون من الكفر، وقد تكون من الشرك، وقد تكون من النفاق، فبهذا الاعتبار تكون أهم الأمور وأوجب الواجبات. أيضا هذا المبحث يطرح في علم الأخلاق، علماء الأخلاق يذكرون هذا المبحث في بحوثهم الأخلاقية، وأيضا يطرح هذا البحث في علم النفس. أيضا بعض علماء النفس طرحوا هذا المبحث، مبحث التوبة، وحللوا هذه الظاهرة من الناحية النفسية. فإذا هذا البحث يطرح في علم العقائد وفي علم الفقه
وفي علم الأخلاق، وفي علم النفس، ولعل هنالك علوما أخرى يطرح فيها هذا المبحث. في التوبة هنالك مباحث كثيرة، فقهية، كلامية، اجتماعية. مثلا من جملة مباحث التوبة أنه هل يجب في التوبة ذكر الذنوب تفصيلا، أو يكفي التوبة منها إجمالا؟ الوالد يرى أنه تكفي التوبة الإجمالية ولا يحتاج إلى التفصيل، وإن كان التفصيل أفضل. يعني واحد يعدد ذنوبه واحدة واحدة ويستغفر الله سبحانه وتعالى منها، هذا أفضل فقهيا، ولعله أقرب أيضا إلى الخشوع والخضوع والتقرب إلى الله سبحانه. مثلا من جملة المباحث أنه هل يجب تكرار التوبة كلما تذكر الذنب أو لا؟ مثلا واحد فعل ذنبا، مثلا ضرب طفله ظلما وعدوانا، أو أخافه ظلما وعدوانا، فتاب واستغفر، فهل يجب عليه كلما تذكر ذلك الذنب أن يكرر التوبة؟ الوالد يرى أنه لا يجب عليه ذلك، وإنما تكفي التوبة مرة واحدة، وإن كان الأفضل من الناحية الفقهية أن الإنسان كلما تذكر الذنب يكرر الاستغفار. كلما تذكر الذنب يكرر الاستغفار ويكرر التوبة. ومباحث كثيرة يطول المقام بذكرها، ولكن في هذه الليلة نكتفي بالإشارة إلى عدة مباحث، وندع بقية المباحث إلى مجالها. المبحث الأول في حقيقة التوبة، المبحث الثاني في أن قبول الله لتوبة العبد وفتح باب التوبة ما هي حكمته؟ البحث الثالث قبول التوبة وجوب أو تفضل؟ البحث الرابع مقومات التوبة؟ البحث الخامس متعلق التوبة؟ والبحث الأخير دور المراقبة. أما حول البحث الأول وهو حقيقة التوبة، علماء الأخلاق يعرفون التوبة بأنها عبارة عن الرجوع عن الذنب القولي والعملي والفكري. هذه هي حقيقة التوبة، الرجوع عن الذنب
القول، القول اللفظ يمكن أن يذنب المؤمن بألفاظه. قبل فترة طويلة، يمكن قبل 12 عام، رأيت كتابا في الذنوب التي يتحملها اللسان. على ما ببالي هكذا أظن، كان قد ذكر في ذلك الكتاب 700 نوع من الذنوب هذا اللسان يقوم بها ويتحملها، ومنها هذا الذنب الهين عند كثير من المتدينين وهو الغيبة. ما من محفل إلا ويحتوي على الغيبة وعلى الاعتداء اللفظي على أعراض المؤمنين. الذنب القولي. النوع الثاني الذنب العملي، الذنوب التي ترتبط بالعين، التي ترتبط باليد، التي ترتبط بالأذن، التي ترتبط بالرجل، هذه كلها ذنوب عملية. النوع الثالث الذنوب الفكرية. ما هو معنى الذنب الفكري؟ وهل الفكر يذنب؟ الجواب نعم، الفكر أيضا له ذنوب. هذا الشيء له باطن إن شاء الله نذكره فيما بعد، ما هو معنى الذنب الفكري. ولكن ظاهر الذنب الفكري هنالك واجبات جوانحية. إذا واحد ما قام بهذه الواجبات فهذا يعتبر ذنبا فكريا. مثلا سوء الظن بالمؤمنين، الوالد في كتاب المحرمات يرى أن سوء الظن بالمؤمنين كثيرا، هذا من المحرمات الجوانحية، ودليله في ذلك أو من أدلته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لهذه الآية ربما تدل على منجزية العلم الإجمالي أيضا. فالكثير من الظن، أكو بعض الأفراد عندهم سوء ظن بالمؤمن، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. إذا واحد هو مو خوش آدمي يظن بالناس سوءا، وإذا واحد خوش آدمي يظن بالناس خيرا، هذا عادة طبعا أو كثيرا، فهذا ذنب جوانحي. الشك، الشرك، النفاق وما أشبه ذلك، هذه كلها ذنوب جوانحية. فالتوبة إذن عبارة عن الرجوع عن الذنب القولي والعملي والفكري. وبعبارة أجمع الرجوع عن الذنوب الجوارحية والجوانحية، الذنوب الظاهرية والذنوب الباطنية. هذا هو المبحث الأول، حقيقة التوبة. المبحث الثاني في حكمة فتح الله سبحانه وتعالى لهذا الباب. أكو في دعاء مذكور في المفاتيح أيضا: أنت الذي فتحت لعبادك بابا سميته التوبة. ليش الله تعالى فتح هذا الباب؟ طبعا نحن لا نعلم العلل الواقعي، ولكن ممكن
فتح هذا الباب يرتبط بشيء مهم جدا في حياة البشر، وقاعدة مهمة جدا. ولولا هذه القاعدة، ولولا هذه الحكمة، الحياة البشرية لا يمكن أن تقوم لها قائمة. وهذه القاعدة هي قاعدة الأمل. الأمل جدا مهم في الحياة. الشاعر يقول: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إذا واحد أمل ما عنده، من الأخطاء الكبيرة التقاعد في الوظيفة أو التقاعد في رجل الدين. رجل الدين إذا تقاعد يعني رأى أن دوره في الحياة انتهى. هذا مو فقط يؤثر على دوره، وإنما يؤثر على كل خلاياه، يتحطم. ليش؟ لماذا عايش؟ لماذا يقوم من المنام؟ ليش؟ ماذا يريد؟ ما إلى هدف في الحياة. لذلك شوفوا العلماء الذين لا دور لهم في المجتمع بسرعة يتحطم. واحد اللي عنده دور في المجتمع حتى إذا مريض هدفه يجره. مريض محطم يعاني من أمراض كثيرة، ولكن الهدف يجره، يعطيه الطاقة، عند شيء يتطلع إليه. أما إذا واحد فقد التطلع، انتهى كل شيء في الحياة، بعد ليش يعيش؟ ليش يأكل؟ ليش يشرب؟ ليش يطلع؟ ليش يتكلم؟ يتحطم تحطما كاملا. ولذلك إحدى الأخطاء الكبيرة اللي ابتليت بها الحضارة الحديثة قضية التقاعد. تقاعد يعني أصبح بلا هدف في الحياة، أصبح بلا أمل في الحياة، أصبح بلا عمل في الحياة. من الأشياء اللي نقلت جديدا أنه الأفراد الذين ماكو هنالك شيء يشغل بالهم، مع تقدم العمر بعد 60 شيئا فشيئا يصابون بالتخرف إذا صح التعبير. بينما الفرد مثل شنو؟ مثل كل عضلة عندكم. أنتوا إذا عضلاتكم ما استخدمتموها، هاي العضلات شوية شوية تذوي. إذا واحد خلوه بالسجن مدة غمضوا عينه أو خلوه بالظلام بعد 6 شهور، عندما يطلع يمكن بعد ما يشوف. هذه العين قوتها في أنها تعمل، إذا عطلت عن العمل بعد ما تشتغل. الفكر هالشكل أيضا، إذا في يوم من الأيام واحد عطل فكره شوية شوية ينتهي إلى شنو؟ إلى فقدان حتى المعلومات الأولية. فالكلام أن الدافع للحياة، أن المحرك للحياة الذي يشحن الفرد بطاقة هائلة هو الأمل. إحصائية جديدة نشرت قبل يومين 3 أيام، أن الأطباء يذكرون أن من أهم عوامل الانتحار أو أهم عوامل الانتحار فقدان الأمل. يقولون النظرية الطبية القديمة أن الانتحار يعود إلى أمراض عقلية أو أمراض نفسية، هذا غلط. أكثر المنتحرين ما بهم لا أمراض نفسية ولا أمراض عقلية، كل شيء ما فيه. العلة في ذلك فقدان الأمل، ما عنده أمل، ليش يعيش في هذه الحياة؟ أحد الإخوة كان رايح إلى بريطانيا، كان يقول كان هنالك جسر أنا كنت شايفه يعبر فوق شارع
سيارات تمر في ذلك الشارع. يقول بعدين رحت مرة ثانية إلى بريطانيا، شفت أنه هذا الجسر مخلي له حاجز كبير غير طبيعي. قلت ليش هذا الحاجز؟ قالوا لأن هذا الجسر تحول إلى جسر الانتحار. كل واحد ضايج من الحياة، ما عنده شغل بالحياة، يجي فوق هذا الجسر ويرمي نفسه اللي جوه فتسحقه السيارات. فخلوا هذا الحاجز حتى بعد لا ينتحر الأفراد. من كل 100,000 واحد في بريطانيا 14 واحد ينتحرون. قبل 3-4 أيام نشرت هذه الإحصائية، وهذا عدد كبير، يعني من كل 1,140,000 واحد، عدد كبير. أما إحنا المتدينين كلما إيماننا يكون أكثر، واحد عنده أمل، ليش دا يعمل للدار الآخرة يعني. صاحب الجواهر شلون أنجز هذه الموسوعة الكبرى اللي واحد ما يتمكن يطالعها؟ ربما ماكو 10 في الحوزات العلمية يطالعون الجواهر. حقيقة عمل جبار، هذا الأمل، هذا المحرك الداخلي. فالحقيقة الأمل جدا مهم، وإحنا يجب أن نقاوم بكل قوة حالة فقدان الأمل، وأن الإنسان يعيش بلا هدف. واحد دائما يحاول أن يعيش مع الأفراد الذين يعطونهم الأمل. أكو بعض الأفراد دائما يشيعون حالة اليأس في النفس، ما يصير وما يمكن وماكو مجال وانتهى كل شيء، وإذا تتشاور ويا أفعل هذا العمل أو ما أفعل يقول ما يمكن. أكو بعض الأفراد دائما يقول لا ممكن. الأفراد اللي يثبطونكم لا تعيشوا معهم، الأجواء اللي تثبطكم لا تعيشوا معها، الكتب اللي تثبطكم لا تطالعوها. أكو كتاب جدا لطيف، إذا وجدت هذا الكتاب طالعوه. مضمون عنوانه، هذا الكتاب شفته في بلد آخر، المهم لكي لا نصاب باليأس. جداً كتاب لطيف، وهذا يدل على أن الله تعالى خلق في هذا البشر طاقات هائلة. حقيقة عجيب القضايا اللي ناقلها في هذا الكتاب، من أعجب القضايا. لكي لا نصاب باليأس، فقضية فتح باب التوبة يمكن أن يكون لها ارتباط بهذه القاعدة الحيوية المهمة. حقيقة بعض الأحيان واحد يفكر أنا كل عمري قضيته في المعصية بمعناها العام بمعناها الخاص، بعد ماكو أمان، بعد ما يمكن. باب التوبة يقول لا، أكو أمان ما دام الروح لم تبلغ هذه، لم تبلغ التراق، أكو أمل. هذا الحر قضى عمره بعيدا، اللحظات الأخيرة تحول إلى ولي من أولياء العلماء المراجع. ذاك زهير ابن القين اللي كان عثمانية، مو هالشكل، اللي قضى عمره في اللحظة الأخيرة، العلماء المراجع الأولياء يروحون يوقفون يقولوا له بأبي أنت وأمي، يعني حتى اللحظة الأخيرة، يعني قبل اللحظة الأخيرة أكو مجال. واحد من العلماء كان يقول كلام لطيف، المهم كان يقول ما دام واحد في هذه الحياة موجود أكو مجال للتكامل. أنا مو خطيب، أنا الآن بلغت 40 مو خطيب، بعد ماكو مجال، لا أكو مجال. ما دام هذه الروح موجودة أكو مجال، بعد 40 واحد يصير خطيب ممكن، بعد 50 واحد يصير مؤلف ممكن.
بعد 60 واحد يصير أصولي ممكن، بعد 70 واحد يصير فقيه ممكن. خط التكامل ما ينقطع. التوبة بمعناها الأعم أو بمعناها الأخاص، ما دام الإنسان في هذه الحياة أكو مجال. فإذا التوبة بمعناها العام أو بمعناها الخاص أو بمعناها الأخاص، هذه ترتبط ارتباطا عضويا بقاعدة الأمل. وهذه القاعدة قاعدة مهمة في هذه الحياة، وإحنا يجب أن نبني أمورنا على ذلك. حتى المحالات، مو مرادنا المحالات الذاتية يعني مثل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، لا، المحالات العرفية واحد يجب أن لا يفقد بها الأمل. ممكن، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، قبول التوبة وجوب؟ الجواب كلا. الوجوب متى يكون؟ إذا كان عدمه ظلما. إذا واحد قتل ابن واحد بعدين اعتذر منه، لازم يقبل عذره؟ إذا قال لا أنا ما أقبل العذر، أنا أريد أقتص منه، هذا ظلم؟ إذا عامر قتل ابن خاله عالما عامدا بعدين اجى اعتذر منه، قال له العفو لازم يقبل منه؟ لا مو لازم. إذا قال لا أنا ما أعفو عنه، أنا أريد أقتص منه، هذا ظلم؟ لا مو ظلم. فبناء على هذا، إذا كان عدم قبول التوبة ظلما لكان قبول التوبة واجبا، ولكن عدم قبول التوبة لا يعتبر ظلما. بناء على هذا، قبول التوبة من الله تعالى هذا صرف تفضل. هذا هو، واحد 80 عام يعصي بعدين يقول أستغفر الله مع بقية الشروط، الله يغفر له، هذا نوع من أنواع التفضل. وإحنا كلنا عايشين في فضل الله سبحانه وتعالى. أنا كنت أفكر قريباً أنه إحنا مهما فعلنا لم نفعل شيء، مهما ابتلينا لم نفعل شيء. لاحظوا هذا المثال، إذا بنك تعطوله مقدار من المال يعطيكم 10% كل عام، هذا رقم هائل. 10% يمكن ما يعطون، 8% يعطون أكثر. إذا بنك يعطي 40% بالعالم مو موجود ظاهرا يعني، إذا بنك يعطي 100% جدا عالي، إذا بنك يعطي 1000% جدا عالي. الله سبحانه وتعالى في مقابل أعمالنا الجزئية الهابطة في مستواها جد يعطي؟ مقابل 80 عام جد يعطي 100%؟ لا أكثر، 200% أكثر، 1,000,000% أكثر، 10,000,000% أكثر. إيش قال؟ نحن في الجنة إن شاء الله باقون ببقاء الله. الله بقاؤه ذاتي ونحن بقاؤنا بإبقاء الله. فإيش قد يعني؟ علماء الرياضيات يقولون أكبر عدد في مقابل اللانهاية صفر. أنتوا خلوا واحد، خلوا أمام أصفار منا إلى كرة المريخ، هذا هيش في مقابل اللانهاية. إحنا إذا يوم من الأيام صلينا نتصور أنه فعلنا كثيرا، هيش ما فعلنا. بقدرة الله، بتوفيق الله، بهداية الله، بالقوى اللي الله أعطانا دا نعمل هذه الأفعال بإلهام الله، بعدين الله يعطينا إن شاء الله ما لا نهاية له من الثواب. فكل شيء ما فعل يعني، إذا واحد والعياذ بالله ابتلي بأعظم المصائب ما سوى شيء، هيش ما مسوي.
فالحقيقة الله سبحانه وتعالى، شوية فكروا في هذا الشيء، الله تعالى في الواقع غمرنا قبل وجودنا وحين وجودنا وبعد موتنا، يغمرنا بأكبر أنواع التفضل، ونحن لم نفعل شيء. لذلك في الحديث كما يروى: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. كل شيء ما مسوي. أولياء الله من أمثالنا، يعني أولياء الله البشر العاديين، أنا كلامي في البشر العاديين، وإن كانوا أولياء الله وإن كانوا أولياء الله لم يصنعوا شيئا. ما علي بالأنبياء ولا أئمة وأمثالهم، أولئك خارج دائرة حديثنا. مقابل 80 عام الله يعطي ما لا نهاية له. حقيقة هذا تفضل، فهذا كله كرم وكله تفضل، ووعد الله سبحانه وتعالى بالقبول للمغفرة هو أيضا نوع من أنواع التفضل. هذا هو البحث الثالث. أما البحث الرابع فكان في مقومات التوبة، وأما البحث الخامس فكان في متعلق التوبة. نتجاوز هذين البحثين إلى البحث الأخير حفاظاً على الوقت. البحث الأخير: دور المراقبة. المراقبة جدا مهمة. الإنسان بدل أن يذنب ويتوب، أن يحاول أن ينمي في نفسه هذه الملكة، ملكة المراقبة. هذه القضية لعلها قضية معروفة تنقل عن بعض العلماء، وأظن أنه الجد رحمة الله عليه، لأن منقول عن أحد علماء كربلاء كاتبين آية الله الشيرازي، أظن أنه الجد كما سامع من الخارج على ما أتذكر، أنه قيل له: إذا قيل لك إنك تموت غدا أو بعد لحظات فماذا تفعل؟ فقال: الشيء اللي كنت أفعله من أول أيام شبابي أديم عليه، لأن أنا من أول أيام شبابي الموت كان نصب عين، والسؤال كان معي في كل عمل. قبل ما أقدم على كل عمل أشوف هذا العمل عنده جواب أو ما عنده جواب، إذا عنده جواب أقدم عليه، إذا ما عنده جواب ما أقدم عليه. فما عندي شيء جديد في حياتي. بقضية أخرى من باب الشيء بالشيء يذكر، العم كان ينقلها عن الجد، يقول الجد كان قاعد دا يطالع أظن كتاب الجواهر إعدادا لبحثه، فإجى واحد واقتحم عليه الغرفة في أثناء مطالعته، وقال أنه إذا واحد ولي نبي إمام أخبرك أنك تموت بعد مثلا دقائق فماذا تفعل؟ إحنا إذا هالشكل يقولوا لنا بعد شهر شهرين، الأطباء والعياذ بالله أحيانا يخبرون أنه واحد بعد 4 أشهر يموت، نعلن حالة الطوارئ، روح اقضي صلواتك صيامك استحل من هذا من ذاك، طوارئ في حياتك. فقال الجد كان من دأبه التأمل في الأجوبة والتفكير فيها، شوي كان يتأمل ثم يجاوب، لكن في هذه المرة بدون أي تأمل بدون أي تردد قال: إذا واحد أخبرني أني أموت بعد دقائق نفس هذا العمل اللي أنا الآن دا أسوي أديمه، عند أطالع الجواهر أديم مطالعة الجواهر مثلا، يعني واحد محضر.
محضر كل شيء لذلك النداء الأخير. هذا أيضا من باب الشيء بالشيء يذكر. الجاد رحمة الله عليه هذه أيضا يجب أن نلتفت إليها في حياتنا. أكو بعض الأفراد دأبهم الشكاية، أول ما واحد يسأل شلونك يقول البارحة ما قدرت أنا، مشاكل عظيمة عندي في حياتي، كذا وكذا. المهم الجد بعد أن ولد له المولود الأول كان رايح عند واحد من العلماء لعله السيد علي الشيرازي، فكان قايل له ها شلونك بعد ولادة هذا المولود الأول. الجد كان قايل إذا واحد يريد يشتكي شكايته ما تنتهي. الأفراد بعد ما يتزوجون كل يوم يشوفون فد مشكلة جديدة، يوم زوجته تمرضت، يوم طفلة تمرض، بعد 20 عام بعد 30 عام يفتهمون هذا هو الحياة الزوجية هذا معناها، أما قبل كل دقيقة يصدم بشيء. فالجد كان قايل أنا إذا أريد أشتكي لازم كل يوم أشتكي من شيء، فما الأول ما أريد أشتكي. فذلك العالم كان قايل بسرعة افتهمه، يعني الشيء اللي الناس يفتهمه بعد 30 عام بعد 40 عام اللي الدنيا هاي هي. إني الله تعالى يقول جعلت الراحة في الآخرة والناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. هذا شو وقت واحد يفتهمه؟ بعد 50 عام بعد 60 عام. أكو بعض الأفراد من البداية يفتهمون هذا الشيء. فالكلام إذا واحد يريد يشتكي يوم رجلة توجعة ويوم عينة توجعة ويوم طفلة مريض ويوم ما أدري كذا، هذا الشكاته لا تنتهي، ما الأول بعد ما يشتكي هذا هو. مثل واحد هاي قضية الإعداد النفسي، مثل عندكم طفل اليوم الأول إجى شب الماي بالمطبخ، اليوم الثاني كسر الماعون، اليوم الثالث فعل كذا، كل دقيقة واحد يثار. من البداية واحد يعرف هذا الطفل وهي طبيعة الطفل، الطفل بالبيت لازم يفعل هذه الأفعال، هذا هو بعد بمقدار ما ينفع الإرشاد والنص واحد يرشد ويستسلم للباقي وانتهت القضية. إذا واحد افتهم معادلة الحياة الدنيا يرتاح ويريح الآخرين. بعض الناس دائما في حالة عناء، في حالة قلق، في حالة اضطراب، هو في عناء، زوجته في عناء، أولاده في عناء، لأن ما فهم هاي المعادلة. أما إذا واحد افتهم هذه المعادلة ارتاح، هذا هو. فالكلام أنه المراقبة جدا مهم، واحد يراقب أنه ماذا يقول ماذا يفعل، هذه جدا مهمة في أن هذه الفاصلة الموجودة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، هذه الفاصلة المعنوية تضيق شيئا فشيئا. وهنالك قضية معروفة أيضا نختم بها الحديث، أن عالما بعث وكيلا إلى منطقة مضمون القضية، فطلب ذلك الوكيل أو شبه الوكيل من العالم أن يعظه بموعظة. العالم قال له كل يوم اجعل وقت ساعة واحدة للمراقبة وللمحاسبة، أنه أنت ماذا فعلت وماذا تفعل. بعد فترة جاء وفد من تلك المنطقة فسألهم هذا العالم عن ذاك الوكيل أو شبه الوكيل، فقالوا له إن الساعة التي أمرته أن يكون فيها مراقبا ومحاسبا تحولت إلى 24 ساعة، يعني دائما في حالة مراقبة ودائما في حالة مواظبة. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الليلة أن يوفقنا لذلك.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور.